اليوم بدنا نتكلم على طاقة القمر وكيف منقدر نستفيد بطاقة القمر لجسمنا وصحتنا ونفسيتنا بالذات. طبعا دراسات كتيرة طلعت غير انه الرسول صلى الله عليه وسلم هي الاساس عنا بحياتنا انه امرنا انه نصوم 13 و14 و15. طبعا هي ما هي اجباري بس خلوها لصحتكم. هاللي بيصوم هيدول 3 ايام اي مويات في الجسم او اللي عنده املاح بتروح يوم 13 و14 و15 سبحان الله، لانه اكتمال القمر ويصير بدر بيعمل على خفض نسبة الماء بالجسم. طبعا بيصير عنا افراز الهرمونات على غير الطبيعة، مثل حركة البحر المد والجزر، مثل تغيرات هرمونية بتصير في الكرة الارضية وفي اجسامنا. مشان هيك حتى الطاقة الحديثة اللي بيتكلموا فيها انه القمر لما بيكتمل لح تكون عنا كمية هائلة من الطاقة ولح يصير تأثيرها علينا قوي كتير، وحتصير عنا فرصة قوية لحتى نقدر نستمد الطاقة الإيجابية. بقى مشان هيك ب13 و14 و15 إذا كنتوا سعداء خدوا حتكون سعادتكم أكتر وأكتر بهالأيام، وإذا كان عندكم مشاكل وعصبية وغضب لح تصير المشاكل عندكم دبل بهالأيام. مثل ما لكم شايفين أنا جبت الحبوب، والحبوب مشان نعالج فيها الأمراضنا، ومثل ما قلت لكم بعلم السوجيك كيف منحط الفلفل الأسود، أنا بحطهم دائما يوم 13 و14 و15 مثل ما لكم شايفين تحت ضوء القمر 3 أيام. أما اللبن منحطه لمدة 24 ساعة فقط، ليلة واحدة يوم 13 أو يوم 14 أو يوم 15. منحاول نجيب الشاش مثل ما لكم شايفين مشان ما تجيله حشرات أو يدخله غبار، ويكون استعماله صالح، وإن شاء الله بيعالج لكم الالتهابات وخصوصا الفلفل الأسود. يعطيكم ليرضيكم وربي يشفيكم يا حبايب قلبي، وانتظرونا لطاقة القمر بفيديوهات تانية.